المفروض ما يوقفش في الحته دي. فداس كده بيب، هناك ما فيش عساكر مرور خالص، ما بيبانوش، هي اشارات حمراء بس. لا العسكري واقف على دماغه قال له ويت ويت ويت، فهو ويت. بعدين بساله هو عمل كده ليه؟ قال يا سيدي بيعتبر بيب دي ممكن تتعب اعصاب السواقين فيعملوا حوادث. قلت له تعالى شوف مصر، ده في مصر فرح العمده من غير عربيات. يقول لك صحيح دي ممكن تتعب، اصل فعلا هناك محدش بيضرب كلاكس خالص الا لما يكون في كارثه، لدرجه انا اللي جاي من مصر متعودين طول النهار على الكلاكسات، لو سمعت كلاكس هناك بحس بالاضطراب، يبقى معناها ان في كارثه حصلت. من كتر الناس اتعلمت الهدوء، وعلى فكره بيعلموهم من الحضانه موسيقى، من ضمن المواد الاساسيه ان الطفل يتعلم موسيقى، عشان الموسيقى بتهذب النفس، فيطلع تعاملاته مع الناس مزيكا. طبعا احنا عندنا مزيكا تاني خالص يعني. ودي برضه من ضمن الحاجات اللي بتفيد الانسان اللي يعرف تسبيح. النغم بتاع الالحان بيهذب النفس، ويبقى الواحد سلوكياته وحياته مزيكا. مش بيقول ان اورشليم تكون تسبيحه في الارض، لما يعني تكون مدينه بحالها تسبيحه، يعني حاجه جميله انت قاعد تسمع لحن جميل. انت عارف امتى؟ لما بتشوف خادم حلو، انت شايف لحن، مشيته ووقفته وقعدته وكلمته وبسمته وغضبه، كل حاجه عباره عن نغم. علاقاته مع الناس مزيك، لان هو اتربى على كده. فبتخيل بقى طفل حاطين جنبه كاسيت او سي دي في الحان، وعمال يشرب يشرب يشرب. وفي مره كنت بحكي القصه دي هنا في مؤتمر من بدري قوي يعني، فواحد من الحاضرين قال لي انا الحكايه دي جربتها مع بنتي، كانت لسه جنين، وكنا متعودين نسمع شريط معين، او يعني هو من النوع اللي بيألف ألحان وترانيم يعني، أو بيعمل شرايط هو ومراته. فأيام ما كانت الأم حبلة في الطفلة دي، كانوا بيسجلوا شريط معين، فهي حاضرة معاه غصبا عنها. فبيقول لي بعد ما اتولدت كانت لما تعيط ما تهداش غير لما تسمع الشريط ده. يظهر دخل ايه في نسيج تكوينها يعني، مهما يهشكوا فيها ياكلوا فيها يودوها يطلعوا ينزلوا مفيش، اول ما اشتغل الصديق ده تسمع وتهدى. ففهموا بقى اول ما تعيط تروحوا مشغلين الشريط. وبيقول لي مجرد ان هي بدات تحبي بقت بنفسها تجيب الشريط تحطه وتسمع فيه. فتأكد من صدق المعلومة ان مش بس هو طفل، هو كمان جنين. يا بخت الطفل اللي اتولد وكانت مامته تحب التسبيح وبتقول تسبيحها وبتسمع تسابيح وهو لسه في بطنها، وهي بترضعه وهي بتنيمه. عارفين امهاتنا لما كانوا ينامونا بكلمة هو، هو دي بتاعت هوس، هو. ينام على كلمة هوس. في الإنجيل طبعا يوحنا المعمدان ارتكد بالظبط لما سمع صوت العذراء مريم. تخيلوا انتوا لو سمعتوا صوت العذراء مريم تعملوا ايه؟ ترقصوا طبعا. هو رقص بقى
رأس الحكمة. احنا في ايدينا الاطفال من اول ما يقولنا الكنيس، لو سمحتوا ارجوكم وابوس رجليكم ما تضيعوش فرصتهم انهم يحفظوا اللحن وهم اطفال، لان لما يكبر في اشياء اخرى هتشغله، ولما هيكبر قدرته على الاستيعاب هتقل، وكل ما بيكبر الصفحة البيضة بدأت مشغولة، الهارد ديسك اللي جواه الرامات اتملت، وعلشان يحفظ لازم يعمل له ديليت لحاجات كتير عشان نفضيله رامات، فهو لسه جاي لك بيور جديد، انتهز الفرصة وحفظه ألحان الكنيسة. واحنا بنحفظ اللحن الكنسي يجب ان نحفظه بطريقة فيها بهجة. احيانا احنا مش بنحب اللحن بس غصب عني هحفظ، قالوا لنا كده في المؤتمر وامين الخدمة الزمني ومش عارف هندخل مهرجان فنحفظهم، فانا داخل الحصة عايل هم باين على وشي على نبرات صوت، معلش يا اولاد النهارده بقى استحملونا هنحفظ لحن، انت طفيته قبل ما تبتدي يعني، استحملونا النهارده هو صعب شويه بس يعني يتحفظ، ربنا معاكم بقى. عكس اللي جاي متهلل جدا يقول لهم بقى النهارده لحن فظيع هنحفظ لحن جميل جدا، الملائكه بيقولوه في السماء والقديسين متهللين بيه، وزمان أنبا أنطونيوس كان بيقوله، هو ده صح مش كذب، لأن ألحاننا موجودة من أيام القرن الرابع، وكان أثناسيوس الرسولي بيقوله والقديسين كلهم قالوه، وإحنا كمان من ضمن الطابور هنقوله معاهم، وساعة ما نقوله هنلاقي الملائكة بيقولوا والقديسين بيقولوا. فين اللحن ده؟ هتقولي بسرعة بقى ده أنت شوقتني ليه؟ وبعدين في واحد برضه طريقته مملة في التحفيظ، قول ورايا ويحفظهم الكلمات في الاول بطريقه ممله، خلاص حفظناها يا استاذ هات اللي بعده، برضه لازم اراعي ان انا ما ازهقهمش وانقل بسرعه وارجع اعيد وبعدين انقل بسرعه وارجع اعيد وما يزهقوش، ودايما بالابتسامه والتشجيع، واللي يقول نديله بونبون نديله شوكولاته نديله هديه، وكله لازم ياخد هدايا محدش يطلع غضبان وزعلان، تبقى حصة الألحان بالنسبة لهم مبهجة يشتاقوا ليها. هدي من ضمن طرق التشويق بتشغل لهم شريط، انا بقوله تاني عشان بالظبط، ممكن شريط ويتقال له طريقة بروفيشنال، يعني اللي مسجلين الشريط دول قايلينه في استوديو ومظبطين أصواتهم، تطلع حاجة مبهجة وجميل، ونقول لهم يلا نقول معاه، ده زي ما أنتوا قلتوا شعار المهرجان، أنتوا كنتوا بتقولوا هنا وأنا سامعكم هناك بعيد، لأن في سماعة عندنا يعني، كله بتقولوا ده تحت المراقبة يعني. انتوا كنتوا مسجلين الشريط الاصلي اللي مسجلين فيه الكورال عمل الشعار، فممكن دي من ضمن الطرق المشوقه نقسم اللحن بطريقه جميله، ولما اقول لهم مثلا الحته اللي جايه دي جميله قوي انت بتلمسه مع حاجه جميله، وبعدين نقول مين فيكم هيبقى موهوب ويحفظ الحته دي، كل الأطفال بيظنوا في أنفسهم أنهم موهوبين، وهم ممكن يكونوا موهوبين لو أنا اديت لهم الفرصة. جات لي الأسبوع اللي فات بنت بتعيط بتقول لي أنا كل سنة بدخل في الطفل الموهوب، السنة دي مش قادر أدخل، ليه؟ قالت لي عشان الألحان صعبة بتاعت الطفل الموهوب. قلت لها بس أنت موهوب لازم تحفظي، ده جميل جدا. راحت مسحت دموعها وقالت هروح أحفظ. خلصت القصة. ما هي الطفل عايز كلمتين بس، انت موهوبة لازم تحفظ، امال مين هيحفظ بقى اذا كانت انت مش بتحفظي؟ قالت لي بس صعب قوي. قلت لها في حاجة صعبة عليكي؟ ده انت بنت قروبة، ده انت كل سنة بتسمعي حاجات محدش في الدنيا حافظها حتى المعلمين.
قالت لي طب ما انا مش لاقي حد يحفظني. قلت لها لا نجيب لك حد يحفظ. يعني الطفل الصغير نشجعه هيبقى رائع جدا. وانتوا بتسلموهم الالحان سلموهم ايضا الايمان. يعني الكبير والصغير محتاج يفهم اللحن ده بيتقال ليه، وايه الجمال اللي فيه، وايه المعنى اللاهوتي، وايه المعنى الروحي. لحن زي أجيوس أوسي أوس أجيوس شيروس لحن بسيط وجميل قوي، كل الأطفال حافظين. لما نقول لهم إن إحنا اللحن دوت أول واحد سمعه كان أشعياء النبي، سمع الملائكة بتقوله في السماء، جميل قوي، قدوس قدوس قدوس. الكنيسة راحت واخداه قعدت تقوله، وعلشان في السماء الملائكة لما بيقولوا اللحن دوت بيجيبوا الشوريا ويبخروا، هتلاحظوا ابونا اول ما الشمامسه يقول ابيوس يجيب الشوريا يقف قدام باب الهيكل قبل وشيه الانجيل. خلي بالكوا الشمامسه، لان انتوا بتتاخروا على الكاهن، المفروض ان يبخر من اول ابيوس مش من اول وشيه الانجيل. نقول للاطفال هتلاقوا ابونا بيبخر اثناء ما احنا بنقول ابيوس. علمتهم عن الشوريا، علمتهم عن البخور، علمتهم عن ابونا، عن باب الهيكل، وعن الملائكه واشعياء وقدوس قدوس قدوس ولحن اجيوس. حاجه جميله كده على بعضيها، يعني منظومه. لما بنحفظهم بشفاعه والده الاله ونقعد نتك على كل كلمه، ان دي معناها ايه؟ ببساطه الاطفال عايزين حاجه بسيطه وسريعه، مش هنعمل بحث عن الشفاعه. هي كلمه، يعني ايه العذراء بتشفع فينا؟ الله دي مش هي دي مامتنا؟ مش بنقول ماما العذراء؟ مامتنا دي اللي بتخاف علينا وتحبنا؟ حد فينا يبقى متضايق والعذراء قاعده مبسوطه؟ مش ممكن تروح على طول على المسيح تقول له الحق ولادي زعلانين. المسيح يقول له عشان خاطرك مش ممكن اسيبهم زعلانين. بس هم طلبوا منك تقول اه عمالين يطلبوا، خلاص عشان هم طلبوا منك لازم اديهم الحاجه اللي هم عايزاها. ادي شرح الشفاعه للاطفال من خلال اللحن. والدة الإله، ليه بنسمي العذراء والدة الإله؟ عشان هي ولدت المسيح، والمسيح هو مين؟ هو الله، يبقى هي أم الله. بسيطة جدا. ليه بنقول نسجد لك أيها المسيح؟ لأن هو إلهنا. إحنا مش بنسجد غير لإلهنا، لأن هو إلهنا اللي بنعبده وبنحبه. بنسجد له ليه؟ لأننا بنحبه. وهكذا. كل ألحاننا نقدر نشرح لموتك يا رب نبشر. اشرحوا معنى الكلمات عشان لما يجي يصلوا يبقوا عايشين فيها وحاسين بيها. من المؤلم ان يكون ألحاننا جبارة كده والشمامسة بتاعتنا بتقولها وهي مش مركزة في المعنى. كمان النغم نفسه، بعض الالحان نغماتها بتعبر عن الكلمات، طالع نازل رايح جاي حاجات زي كده. فالواحد برضو من حقه يتامل في النغم. شوفوا الحته دي طالعه فوق ليه؟ لان صلواتنا طالعه للسماء. طب الحته دي نازله ليه؟ عشان المسيح نزل لينا يرفعنا لفوق. تخيل لما انا اكون بسلم اللحن وبقول لهم كده، مش هينسوا اللحن ولا هينسوا الشرح، وساعة ما يجوا يصلوا كل المعاني دي تحضر في ذهنهم أثناء الصلاة. طوبى للشعب الذي يعرف التسبيح، دي آية جميلة. فأنتوا لازم تعرفوا شعبكم التسبيح. بنقيس الكنيسة مدى حيويتها ونشاطها ان لما بنصلي قداس، انا عشان مانيش قسيس في كنيسة ولكني على عكازي بلف الدنيا كلها، فبشوف